ولا نخاف من ايه؟ احنا هنقدر وبعون الله. اهلا بيكم حلقه جديده من المغني بتاع الموسم الثالث حلمك قرب. الموال ليه ناس، مين ينسى العزبي وطه ورشدي والريس متقال وغيرهم من كبار الموال جايه. بس النهارده هنقرب اكتر وهنسمع مع بعض 10 متسابقين في مسابقه ابداع حلمك قرب اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة معانا لجنة تحكيم أصحاب مواهب وخبرات نجومية كبيرة، خلونا نتعرف عليهم. المطرب محمد عدوية اتربى في عيلة فنية وده اللي ساعده على تنمية موهبته الغنائية. والده هو الفنان أحمد عدوية وبدأ مشواره الفني في سن صغير، وكان أول ألبوم ليه وهو عنده 14 سنة وكان اسمه علمني أغني، واللي شاركه الغناء فيه والده أحمد عدوية. وسنة 2003 قدم أول ألبوماته كمطرب محترف وكان اسمه الطيب أحسن، ألبوماته حققت نجاح كبير. المطرب حجازي متقال هو ابن الفنان المصري العالمي والمطرب الشعبي المعروف الريس متقال، شارك في برنامج ستار ميكر سنة 2004 واللي حقق فيه نجاح كبير، ودي كانت بدايته الفنية. كون بعدها فرقته الموسيقية وقدم مجموعة من الأغاني المنفردة زي ما تيجي يا صاحبي نتصالح، خالو، عاشق بيبكي، وطعم النيل، وكمان قدم بعض أغاني الفولكلور زي القصب، بتناديني تاني ليه، وحبيب الروح. الدكتور محمد شبانة حاصل على الدكتوراه في الفنون الشعبية من المعهد العالي للفنون الشعبية وأستاذ للموسيقى الشعبية في نفس المعهد، قام بدراسات عليا في جامعة هيلسنكي بفنلندا في علم موسيقى الشعوب، ده غير أنه عضو لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه ولجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي ولجنة التراث الموسيقي بالمجلس الأعلى للثقافة. كتب العديد من الأغاني لكبار الفنانين والفنانات زي وردة وأنغام ومحمد الحلو وغيرهم، ونشر العديد من الكتب والأبحاث في مجال الموسيقى العربية والفنون الشعبية. برنامج إبداع حلمك قرب. ودلوقتي وفي البداية عايزين ناخد كلمة من حضراتكم، وبنبتدي بالفنان الجميل المطرب محمد عدوية. حابب أبقى معاك يا جلال النهاردة، وحابب أبقى أسمع أصوات جميلة بقى، والواحد يحاول يختارهم كده ووجههم لحاجة كويسة إن شاء الله. إن شاء الله يبقى الموضوع جميل وتسمع حاجات حلوة كتير. نروح لحجازي متقال نجم الموال. مساء الخير عليكم جميعا يا جماعة، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله النهاردة يعني ناويين نسمع ناس أكيد بيقولوا موال كويس وبيقولوا كلمة هادفة، ونتمنى كده إن شاء الله نطلع حد يكون يستحق الموهبة بجد ويستحق إن هو يبقى نجم معانا، وإن شاء الله يبقى فنان ليه اسم في مصر وفي الدول العربية كلها إن شاء الله. إن شاء الله طول ما أنتم معانا هنعمل حاجات حلوة كتير جدا وهنخرج بيه كويس. وأخيرا الدكتور الكبير محمد شبانة، تقول لنا إيه؟ الموال هو سيد المغنى، واللي يغني موال يبقى فنان حقيقي. وأنا أتصور أنه إن شاء الله من خلال هذه المسابقة ربنا هيسعدنا ونسمع أصوات جميلة نتمنى لها إن شاء الله أنها تحقق حضور إيجابي وجميل في أذن المستمع المصري. بتمنى التوفيق لكل المتسابقين. بمنتهى الأمانة الشكر والتقدير لوزارة الشباب وللقائمين على هذه المسابقة. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. لجنة التحكيم منورانا، وهندخل دلوقتي على المنافسة الشديدة والأصوات القوية الجبارة في مسابقة بتعتمد على الصوت في المقام الأول، وهنبدأ بمتسابقين مراكز الشباب. تعالوا بينا نتعرف على أول متسابق. يلا امسك في حلمك يوصل لك للسماء. مؤمن محمد صلاح محجوب، 25 سنة، مركز شباب شبين الكوم، محافظة المنوفية.
بهية وعيون بهية كل الحكاية عيون بهية الأيام ده الحب بالحب مش بالهجر والحرمان أنا رحت أجيب الدواء قالوا الدواء النسيان لا حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن بهية واللي في عينيها صرم الصبية وراحوا قالوا عن بهية قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن البنية ويا ما قال واللي في هواها يا عيني مالوا وظلموا البنية يا عين وكل الحكاية كل الرواية عيون بهية الله 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 ايه الحلاوه دي يا مؤمن؟ لا جامد، لا ده انت بدأت من الاخر. ها بقول لك يا مؤمن، هسألك سؤال واضح وصريح، انت مؤمن بقدراتك؟ الحمد لله. ودلوقتي هنسمع رأي لجنه التحكيم في ايمانك بقدراتك، ومعانا الاستاذ محمد عدوية. طبعا انت صوتك ما شاء الله بتقول صح، بس في حبه حاجات صغيره كده لازم تاخد فيها خبره برضه. يعني انت اول ما ابتديت الاغنيه كنت خايف مننا شويه تقريبا، او خايف من الجمهور، فكان برضه عايز ركوز، عندك في ركوز صغير قوي عايز كل شويه مع الخبره تقعد تعفق عليه، فاهم قصدي؟ بس بالامانه يعني انا مبسوط برضو الوقوف قدامكم صعب. احنا متشكرين جدا يا مؤمن، نورتنا، وان شاء الله ربنا يكلل صبرك ومجهودك بنجاح وتفوز معانا ان شاء الله في مسابقتنا. متشكرين يا مؤمن. شكرا. ندخل بقى على المتسابق التاني على طول. الحلم قرب منك بس خليك انت وراه. مصطفى احمد عبد الشافي خلف الله، 30 سنه، مركز شباب جزيره الذهب، محافظه الجيزه. مش اوريجينال، ده اوريجينال جاي من هناك على هنا. Thank you.
قلبي يا ما قلت لك ابعد عن الميلين وعلم زوق يغرك لو حرير الوان ده ابن الوصول مهما يطول علي الزمان ما يخون قالوا البحر واحد صحيح قلت السمك ألوان والعيش والملح على ابن الكرام ما يهون يا عاقل اسمع كلام القلب من ولان بعيني يا عيني يا عيني شفت العجائب والعجب ألوان وعاتي أمن عزولك وعاتي أمن عزولك ده مهما كلامه الدغان شفت الحديد لان لكن قلب العزول ما يلين وعيني لين يا ليلي يا ليلي طب عيني لين يا ليلي يا ليلي طب عيني لين يا ليلي يا ليلي واقف مع الحق خلي عيونك بصيرة وخلي واقف مع الحق خلي عيونك بصيرة ما فيش حد رزقه على حد لكن المصايب كثيرة عيني يا ليلي يا ليلي طب عيني لين يا ليلي يا ليلي طب عيني لين يا ليلي يا ليلي عيني لين يا ليلي يا الله 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 ايه البدايه الجامده قوي 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 يا استاذ ايه يا درش ده انت جاي من بلد المواويل سوهاج بلد المواويل استاذنا قاعد اهو بنتعلم ده ده الاستاذ الكبير بس انت جاي محضر شكلك السعيد يا ريس السعيد يا ريس بلد الرجاله سعيد بجد بلد الرجاله نسمع الاستاذ حجازي متقال السعيد الاصيل رايه فيك ايه انت مصطفى بتغني بقالك كتير بغني يعني حوالي 15 سنه انت عندك كم سنه يا مصطفى عندي 30 يعني نص عمرك بتغني اه يعني هاوي ولا بتشتغل ولا لا هاوي بس بلعب ربابه وبلعب عود كمان بتلعب ربابه برافو عليك والله برافو عليك صوتك جميل وان شاء الله يعني ليك مستقبل احسنت يا مصطفى حبيبي برافو 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 شاف المصطفى لان بجد انت امتعتنا وراي الاستاذ الكبير ده فيك ليه تقله نورتنا جدا لا يا مصطفى وان شاء الله يكون لك نصيب في الفوز معانا ان شاء الله ليه مستقبل ان شاء الله ان شاء الله نورت سانتا مصطفى المواويل مكمله معانا ولسه في متسابقين كتير خلونا نتعرف على المتسابق الثالث خالد احمد عبده 39 سنه مركز شباب 6 اكتوبر محافظه شمال سيناء
الدنيا عاملة زي الورق كوتشينا، الدنيا ناس عاملة زي الورق كوتشينا، بيلعبوها الناس ورا في دينا، بيلعبوها الناس ورا في دينا. البنت بتلعب بالشايب والواد بيقش وله نايم، فارس قصاد فارس وبيلعبوا الاتنين شطار، ولكن واحد هيكسب من الاتنين، واحد قطع الورق والتاني بيفرق في الرزق يا ناس، ربنا في الرزق بيفرق، فرق الحد بين الاتنين، فرق الحد بين الاتنين. واحد هو الله واحد مالوش تاني، اتنين كانوا صحاب فيهم واحد جاني، اما ادريس خسيس مالوش عزيز غالي، اما الاربعة اصحاب نبينا محمد الغالي. خمسة عدد فروض الصلاة من غير عدد يا ناس، الستة ستين الطهرة فتحة ومدد يا ناس، والسبعة سبع سماوات رفعهم الخالي، والتمانية ما يقدر على القدرة إلا ربنا الخالي، والتسعة بعد ما قلنا عليها في الورق طيبة، والعشرة بعد ما قلنا عليها في الورق طيبة. يا طالب البنت اطلبها من راجل، لو غلطت في يوم او مالت ترد على الراجل، اوعك تحط ايدك في تخسيس مش راجل، قالوا الرجولة ادب في العلم متفضلة، وعمرها ليل الاصل ما يطلع في يوم راجل. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معاك، راح تتعب ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا، بلاش اللون ده معانا. الله 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 يا خالد، ايه الحلاوه دي؟ انت لونت كل الالوان مش لون واحد بس. الموال ده بتاع كبير الموال الاستاذ احمد علويه طبعا، يعني الكينج الكينج. بس هنستاذن الابن البار ونخلي الاستاذ محمد شبانه هو اللي يقول رايه في لجنه التحكيم. احسنت يا استاذ خالد، حاجه جميله واختيار موفق، والقيم اللي في الموال ده لها معنى، ويا ريت نفهمها ونحرص عليها طبعا. انا بشكرك على انك انت اخترت اختيار جميل وقدمت موال وقفلت قفله كويسه. شكرا يا خالد. ناخد راحه بسيطه من المتسابقين وتعالوا نبص بصه كده على الباك ستيج. احنا هنقدر وبعون الله دلوقتي. احنا هنا في منطقه الباك ستيج ومعانا ثلاث متسابقين جامدين جدا، معانا حسن وخالد وكريم. ازيكم؟ الحمد لله. جاهزين؟ جاهزين. طيب قبل ما نروح الستيج انا عايزه العب معاكم لعبه حلوه جدا، لعبه القص واللزق. لعبتي؟ ماشي. يعني مثلا حسن هيقول لنا اغنيه وبعد كده اخر حرف فيها خالد يكمله وهكذا. ماشي، متفقين؟ تمام. يلا بينا نشوف مين اجمد حد هيعملها. بقلت الامانه ونصح السروج عاملين لي شركه في مشروع بوتيك، ونادوا لعبد الفرارجي شاركهم، فرد بقلاطه ما احب الشريك. اه كيف كلمه كلمه لما راح الهوى ويا الجراح، كلمه اللي قاسيته في ليل اتنسى اتنسى ويا صباح. النهارده
الحب والشوق والحنان. لما تسألني أقولك كان زمان، كان زمان لسه فاكر، كان زمان، كان كان زمان لسه لسه لسه. آه هي دي هي فرحة الدنيا، دق يا قلبي غني عني، غني عني. الله، لا انتوا جامدين جدا جدا يا جماعة. انا بلعب اللعبة دي مع عيالي. لا لا شطار بجد يعني، وواضح جدا ان في ثقة في النفس جامدة، متحمسين ومفيش حد يا جماعة متوتر ولا قلقان. يلا بينا نروح على الستيج. وبعد ما رجعنا من الباكستيج مع ياسمين، تعالوا بينا نشوف المتسابق الرابع. مصطفى محمد موسى السيد، 21 سنة، مركز شباب عين شمس، محافظة القاهرة. الراجل ده جامد، جاي من عين شمس عشان يكسر. الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، واديك بنت كوكو كوكو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباح صباح الخير يا استعطية، صباح الصباح فتح عليم والجيب ما فيش فيه ولا مليم. الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، واديك بنت كوكو كوكو يا اسطى الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباح صباح الخير يا استعطية. ايوه مصطفى، ايوه. الله 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 الله. دارش خايف ومرعوب. ايه يا جلال، تفتكر انه ايه اداؤه كان خايف ومرعوب زي وكده؟ لا ولا يهمك. إيه؟ بص يا مصطفى، انت طلع خايف وبس، تزعل من كلامي؟ لا لا مصطفى، طيب ما فيش زعل من الكلام، انت مؤدي كويس. بس اما موضوع الاغنيه، اولا تقيل عليك، تاني حاجه ما عملتش بروفات صح، صح كده؟ بس انت لازم تمرن نفسك اكتر من كده بكتير يعني. ان شاء الله، وان شاء الله فرصه تانية تبقى احسن واحسن. شكرا يا مصطفى جدا ونورتنا. فاضل متسابق اخير معانا في مسابقه مراكز الشباب، تعالوا نروح نتعرف عليه وبعدها نسمعه. كريم عبد الرحمن محمد خليل، 27 سنه، مركز شباب الزاويه الحمراء، محافظه القاهره. نشوفك النهارده ونتبسط بيك ان شاء الله. انا متفائل بيك خير، مش عارف ليه حاسس. بعدت روحي لروح روحي تجيب روح، بعدت روحي بعدت روحي تجيب روحي لروح روحي، لجتني روحي ولا اللي بعدت له روحي. يا نسمة الفجر يا اللي ورجع لروحي
دم الغزال كعب الغزال يا متحني بدم الغزال انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال لا يقوم كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل اترك مكار رحت شغلهم ويوم ناديك اترك مكار رحت شغلهم ويوم ناديك ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال مواويلي بقيت انت لوحدك موال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال الله 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 ايه الجمال ده انت زلزلت الدنيا بجد يا كريم ايه الزلزال اللي انت عملته ده شكرا برافو عليك يا كريم النهارده كنت هايل وهنسمع راي لجنه التحكيم ومعانا الاستاذ حجازي برافو عليك انت صوتك جميل وبجد احنا كلنا كنا قاعدين مبسوطين منك متشكر مش انت بس بتحب صوتك احنا كمان بنحب صوتك اوه تسقيفه لكريم تسقيفه لكريم وتسقيفه للجنه شكرا كريم وبكده نكون خلصنا منافسات مراكز الشباب ويتبقى علينا مسابقات الأندية الرياضية خلونا نطلع فاصل في الأول وبعدين نرجع لكم تاني احنا هنقدر وبعون الله موهوب من صغر سنك او محتاج حد يدلك رجعنا لكم على الفقرة الثانية في حلقة النهاردة وقبل ما نبتدي نشوف متسابقين الأندية بنرحب تاني بلجنة التحكيم يلا بينا نشوف مين هو المتسابق الأول وبعدين نسمعه أحمد حسن سعد 25 سنة نادي المصري القاهري محافظة القاهرة ليلي يا ليلي يا 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 ليلي الله 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 سلمت أمري لصاحب الأمر في أمرك أمرك عجيب والعجب حيرني مع أمرك إن كنت قاسي وعاصي همتثل لله واطلب من الله واطلب من الله يصبرني على أمرك
يا حاسد والعين قاسية بنظرتها يا مشتت شملين زودت قاسوتها البخت للأهفين وندوب حلاوتها والكل واحد كاس يا حسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ احمد هجم علينا بصوته. ها ده هجوم، ده هجوم مباشر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بجد عليك يا ابو حميد خطير. دلوقتي بعد ما شفنا احمد هنسمع راي لجنه التحكيم والدكتور محمد شبانه. اسمحوا لي نحيي احمد مره تانية لان هو جدير بالتحيه. الله الله حقيقي احمد موهوب ومجتهد واختياراته جيده، وحقيقي عمل كل حاجه، يعني عمل قرارات وجوابات وموال وارتجال. وانا بطلب كل واحد عنده موهبه يشتغل على نفسه، يشتغل على نفسه انه يسمع ويقرا وينخرط في العمل الموسيقي في فرق محترفة عشان يتعلم من أساتذة. أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق يا أستاذ. شكرا لحضرتك. شكرا جدا يا أحمد، نورتنا وإن شاء الله تكون من الفايزين معانا. تعالوا نتعرف على المتسابق الثاني معانا في مسابقة الأندية الرياضية. حسن محمد يوسف الشامي، 28 سنة، نادي عزب النهضة، محافظة دمياط. ملكش حق اللوم عليك.
كبرياء من العجايب شعبك أصيل والخصم عايب مصرية من العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو ده اللي صار وقال اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم عليا مصرية أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب مصرية أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق الله 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 الله. دلوقتي يا ابو علي الموال حاجه صعبه جدا. لا بعد اذنك يا جلال، اولا مع احترامي ليك يا ابو علي، ما ينفعش دلوقتي تبقى محترب هنا عشان نبقى صرحه. اول حاجه انت دخلت غلط بره التون، وده لازم انت تتمرن عليه بقى، تروح تدرس، لان انت موضوع السماعي مش هينفع معاك، لازم في تدرس كويس، تفهم المقامات، طبقات الصوت، تخش ازاي. اي حد بقف على المسرح دايما بيتعلم حاجه طبعا. فانت نورتنا، وان شاء الله اللي جاي احسن، واشتغل على نفسك إن شاء الله. وان شاء الله تنورنا تاني. فرصه سعيده جدا يا ابو علي. برافو برافو يا حبيبي، نورت. متشكرين ليكم جدا. وجيت دور دلوقتي على المتسابق الثالث يقول لنا موال، بس يا ترى مين هو؟ أحمد يوسف خضر، 25 سنة، نادي الداخلية، محافظة البحيرة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل عين يا ليلي يا ليل عين يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا صبر عند المحن يا صبر عند المحن
حال مهما زمانك كار. بطل الأمل والعمل، بطل الأمل والعمل، بطل الأمل والعمل، والآخر المشوار. بستان كفاح وطرح، بستان كفاح وطرح، ونور وفتح النوار. بستان كفاح وطرح، بستان كفاح وطرح، بستان كفاح وطرح، بستان كفاح وطرح، وفتح النوار. يا رب دمها لنا، يا رب، يا رب دمها لنا، والشعب بيغني الله أكبر الله أكبر على كفاحك يا شعب الأحرار. الله وتحيا يحيى كل الناس وكل فنانينها. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر بجد، الله اكبر بجد عليك، الله اكبر بجد عليك يا ابو حميد. ودلوقتي راي لجنه التحكيم ويقوله لنا الاستاذ حجازي متقال. والله انا مبدئيا بحييك جدا يا احمد، وبحيي اهل البحيره طبعا، ان انت حد بسم الله ما شاء الله ربنا مانن عليك بثروه يعني لا تقدر بمال، فأقول الحمد لله رب العالمين. ده واحد. اتنين، أنا مش هقول غير كلمة واحدة، يعني أنت إن شاء الله هتبقى حسين الجسمي مصر. أوه، شافة كبيرة. وبنشكر أبو حميد وبنتمنى له التوفيق في حياته. شكرا يا أحمد، نورتنا. الحلقة بتقرب من النهاية، فاضل معانا اتنين متسابقين بس، هنسمعهم بس بعد ما نرجع من الباكستيج. احنا هنقدر وبعون الله ممكن اي حد فينا يكتشف موهبته وهو مثلا عنده 10 سنين او اكتر، لكن كريم اكتشف موهبته وهو عنده 5 سنين، وكمان كان في السن ده بيغني في الافراح. تعالوا نشوف قصة كريم، وتعالوا نشوف كريم قال ايه لاخوه علشان اخوه كمان بيشارك معنا في مجال الغناء. نشأت في أسرة بتحب المزيكا، وطبعاً في سن 5 سنين كده كنت بغني في أفراح وحفلات في قصور الثقافة، والحمد لله يعني. وأنا عايز أصير على خطأ أخويا. موهوب
من صغر سنك أو محتاج حد يدلك رجعنا لكم تاني وخلونا دلوقتي نعرف مين هو المتسابق الرابع. كريم محمد شريف 38 سنة نادي بين السرايات محافظة الجيزة. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني رافضين على البعد راجعين تا وراح الحبايب ويا بنت السلطان هن على الغلبان المية في ايديكي وعدوية عطشان يا بنت السلطان هن على الغلبان المية في دوية عطشان على كوبري عباس مشي وماشي الناس مشي تبص عليك يا حلوة يا فرطة وانا ناس واديني اديني اكتر المية في ايدك سكر واديني اديني اكتر المية في ايدك سكر سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيد وأمري وانا جيلك ماشي شبرا مصر الجديدة واديني اديني اكتر المية في ايدك سكر واديني اديني اكتر المية في ايدك سكر اتبسطنا بيك جدا ونسمع رأي لجنة التحكيم والأستاذ محمد عدوية. بص يا كريم طبعا حاجة تبسطني إن غنيت للفنان الكبير أحمد عدوية طبعا طبعا يعني بس أنا ليا عندك حاجة كده صغيرة موال اتقال غلط برضو في الأول هو في ريبوز معينة بتاعت الموال المفروض كنت تسمعها صح وربنا وفقنا نورتنا كريم وحظ سعيد إن شاء الله. متسابق أخير وموال أخير تعالوا نتعرف على آخر متسابق معانا. كريم محمد فاروق عبد المعطي 19 سنة نادي الغنايم الرياضي محافظة أسيوط. الصبر يا رب على بعد الحبيب ما بانا لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الايام الصبر يا رب على بعد الحبيب ما بانا لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الايام وما تحسبوش جفنا عيني يا عيني يا عيني يا عيني وما تحسبوش جفنا عيني ما
من بعد الحبيب بينا. لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي، واحسبوا الأيام وفي إيدي المزامير وفي قلبي المزامير، في إيدي المزامير وفي قلبي المزامير، والدنيا غربتني وأنا الشاب الأمين. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي يا كريم، ايه الحلاوه دي، ما شاء الله عليك. ودلوقتي هنسمع راي لجنه التحكيم فيك يا كريم، ومع الدكتور محمد شبان. كريم صوتك جميل وحضورك جميل وليك شخصيه، بس انا ليا عليك ماخذ في الموال. الموال انت ما اديتوش حقه، يعني حضورك جميل وغنيت حلو وعملت غنوه لطيفه، لكن اتمنى ما تغني الموال تدي له حقه، بحيث المعنى بتاع الموال ككل يوصل للمستمع. أحسنت، برافو عليك يا كريم، نورتنا، شكرين يا كريم. وبكده يبقى خلصنا متسابقين الأندية، ونروح لفاصل أخير ونرجع نكمل حلقتنا معكم. يلا امسك في حلمك يوصل لك للسماء، احنا هنقدر وبعون الله. خلاص كل المتسابقين قدموا نفسهم للجمهور، واللجنة سمعتهم وقيمت أدائهم كلهم، وكمان اللجنة خدت قرار نهائي، واللي ذاكر ذاكر وجي وقت إعلان النتيجة. مستعدين تتعرفوا معانا على الفايزين الستة؟ جاهزين؟ البداية مع مراكز الشباب زي ما احنا عارفين. والمركز الثالث كان من نصيب مصطفى الريان. وفي المركز الثاني المتسابق خالد شعراوي. الأول بقى هو اللي خد كل الشو، اللي كسب مسابقة وخد أكبر جايزة، وهو كريم عبد الرحمن. برافو.
مبروك للفايزين، ونتمنى حظ احسن للي ما فازوش معانا النهارده، ونتمنى لهم خطوات فنيه افضل في اللي جاي. نيجي بقى للجزء الثاني من الفايزين. اللي فاز بالمركز الثالث في مسابقه الانديه هو احمد خضر. وقابله في المركز الثاني المتسابق احمد حسن سعد. وفي المركز الاول كريم محمد. خلاص احنا اعلنا عن كل الفايزين، واللي ما كانش محظوظ المره دي وما كسبش كفايه انه بقى وجه معروف للجمهور، ويقدر يبدا حياته الفنيه ويشق طريقه للجمهور بشغله ومحاولاته. خلصنا حلقتنا النهارده، بس برنامجنا لسه ما خلصش، ولسه في مجالات كتير تاني معانا الايام اللي جايه. استنونا، هنرجع لكم الحلقات الجايه مع منافسات جديده ومسابقات ابداع. حلمك قرب. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر لجنه التحكيم، وبنشكر كمان الفرقه الموسيقيه، وبنشكر الساده الحضور، وكمان المتسابقين كلهم. تصبحوا على خير. في نفسك لازم ما تلاقي عندك في حاجات، اختار لك منها حاجة وخلي الهدف من جواك. من بدري وانت بتتمنى، طول عمرك عايش تستنى، والحلم قرب منك بس خليك انت وراه. روح من صغر سنك او محتاج حد يدلك، ده امل لازم يوصلك بس انت تعب تلاقيه. يا عين الله يلا يلا الحلم وراك، يا عين الله 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 وربي معاك. مش عايزك ابدا تنسى، الدنيا جايه لسه قدامك مليون فرصه، سلم امرك لله. احنا هنضعف ليه ولا نخاف من ايه؟ احنا هنقدر وبعون. كفيسلنا نفس رواسقبو، إن بيجدنا نهاية، إن خطوة تار الجدو ولا جركي قروب. كمل وأكيد هتوصل هدفك، وفي يوم حيحصل الصعب تشوفه أسهل والمستحيل انساه. انت كل اللي يهمه